السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف برنامج اسمه سايب سير ملود. ده عبارة عن ايه؟ انت بتدخل له الموديل ده انت تكون اشتغلت عليه على اي برنامج، سواء اشتغلت بيه على برنامج من برامج سايب زي اي اف سي بيلدر، او اشتغلت على اي برنامج من برامج الريفيت اركيكاد. المهم ان هو بعد كده شافه اي اف سي وتقدر ان انت تفتحه بعد كده على سايب سير ملود. هتلاقي هنا المعلومات الخاصة بالمبنى اهوت، البروجكت اهوت، كل الزونز اللي موجوده فيه وكل السبيس اللي موجوده فيه. تقدر تقف على اي واحده فيهم وتشوف كل المعلومات الخاصه بيها والعناصر اللي موجوده فيها. هنا مثلا ده الادمنستريتور، ودي الوول فلور اوبننج. تقدر تقف على اي عنصر ويبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه بالعنصر دوت، هل هو فساد، هل هو بارت وول، بارتيشن وول، اندر جراوند وول، وهكذا. طيب بعد ما شفنا المشروع بتدخل بقى على سيرمال لود اهو. دي زون اللي موجوده في ار اف، هاي الكولينج لود اللي موجوده. كل عنصر هتقف عليه هيبدا يجيب لك كل المعلومات الخاصه بيه. ممكن تقول له انا عايز كومبليت ريبورت، الاناليسيز ريبورت اللي انت عايزه. ممكن هنا تقول له انا عايز انا التقرير اللي انت عايزه، اذا هو يجيبه لك وعايزه الان شهر بالشكل دوت. وممكن تيجي هنا في البروجكت تحدد اللوكيشن داتا، بتحدد اللوكيشن وبيبدأ يجيب لك خطوط طول العرض والليفيشن والشهور كلها موجودة. هي تقدر تشوف كل المعلومات اللي انت عايزها، ودي الامبورت انفورميشن اللي انت عايز تعملها. دي مثلا موجود في اسبانيا لان شركة سايب في اسبانيا، لكن شغالة في بلاد كتير جدا منهم مصر مثلا. وهنا هتلاقي السيرمال وهتلاقي الحرارة وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. دي الاوبشن بتاعت الحسابات، فتقدر تقول له انا عايز اشتغل مثلا بقشري، او عايز اشتغل بي ان 1231 كود، عايز تعمل سيفتي فاكتور قد ايه، كام في المية الاورينتيشن سيفتي فاكتور، الكولينج لود هتحسبها بالانوال ولا بالمانث. بعد كده تقول له حدث لي النتيجة، فيبدأ ان هو يعمل حساب بتاعته تاني على اساس اخر تعديلات انت عملتها. وتقول له بقى طبعا عايز اشوف ليست اوف سيرمان لود، فيبدأ يعمل الكالكوليشن بتاعته. فتطلع معايا الريبورت بالشكل دوت. وانا بقى تقول له انا عايز الريبورت، فهو بيقول لك بقى انت عايز الماتيريال والكونستراكشن اليمنت، ولا عايز كالكوليشن اوف اول ريدكشن فاكتور. فيبدا يجيب لك التقرير اهوت. وممكن تقول له بعد كده انا عايز اعمل اكسبورت، وهيسيفهولك سي اكس ال. ده هتلاقي فيه كل المعلومات الخاصة بالزون والثيرمال انفلوب وكل حاجة. هو متوافق مع القشري ستاندرد 90.1، فان شاء الله يفتح معاك عن البرامج اللي هي معتمدة الامتداد دوت.